أكد عدد من الأهالي والمحكومين الذين شملهم العفو الملكي الخاص بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، أكدوا على الروح الرفيعة التي يمتاز بها جلالة الملك المعظم في إدخال الفرح والسرور بنفوسهم ومنح ذويهم الفرصة للمساهمة في بناء المجتمع. ويأتي العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى المبارك جريا على العادة الكريمة لجلالة الملك المعظم وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه. عيدكم مبارك، وانا ان شاء الله رايح البيت ويا اشوف العيال، ويصير العيد عيدين. وانا اشكر جلالة الملك على العفو الملكي. تقدم الى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم حفظ الله ورعاه باسماء التهاني والتبريكات بحلول عيد الاضحى المبارك، واتقدم له ايضا باسماء ايات الشكر والعرفان على هذه المكرمه الكريمه. نشكر جلاله الملك المعظم، وان شاء الله بدمجونا المجتمع ونصير احسن، ويا رب يوفق لنا ويوفق للجميع. اشكر جلاله الملك المعظم، والعيد صار عيدين، وانا مستانس اني رايح اعيد ويا الاهل، والحمد لله رب العالمين. فرح كل بيت بحريني وما قصروا، وعيد مبارك على الجميع. عيد الحجاج إلى جلالة الملك. أشكر جلالة الملك والحكومة الرشيدة على العفو، ومباركهم على العيد وعلى فرحة أهالينا طلعتنا من السجن. أشكر جلالة الملك المعظم على العفو الملكي، ونقدم له أسمايات التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك. جزاكم الله خير، والله يعطيكم إن شاء الله الصحة والعافية. وأنا أشكر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظ الله ورعاه على هذه المكرمة اللي مثل ما يقولون حنا مبسوطين منها، والأهالي جميع الأهالي مبسوطين منها.